كنشكروا شو تي في بهذا المناسبه هذه ديال التكريم ديالنا انا واللاعب تيمومي في مدينه مضيق تطوان. بالنسبه للمنتخب المغربي الحمد لله عندنا منتخب حاليا قوي، منتخب في المستوى كيتكون من لاعبين دوليين اللي هما كيلعبوا فرق كبيره. الحمد لله عندنا رئيس في المستوى اللي هو القجاع، كاين مدرب في المستوى. المكونات ديال المنتخب المغربي حاليا ممتازه، كاين مسائل كبيره تقنيه ماليه كل شيء الحمد لله موجود. بالنسبه للقرعه اللي جاتنا مع اسبانيا والبرتغال وايران كنظل الحدود متساويه، ما عندناش مشكله. كاين المقابله وحده اللي غادي نقدروا نوحلوا فيها هي ديال ايران، اما اسبانيا والبرتغال هادو منتخبات اللي كيلعبوا الكره وحنا كنلعبوا الكره، يمكن الحدود ديالنا تكون مساويه معاهم ان شاء الله. كنتمنوا تكون عندهم استعدادات قويه في اوروبا باش يلعبوا مقابلات تكون مقابلات كبيره مع منتخبات كبار باش يشوفوا المستوى ديال المنتخب فين غيوصل، وباش منين يمشيو لكاس العالم يكونوا خداو واحد التجربه كبيره باش يواجهوا هاد المنتخبات اللي هي قويه.